أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن رجال الشرطة المصرية جسدوا أروع صور البطولة والفداء دفاعا عن أرض مصر وكرامتها في معركة الإسماعيلية العظيمة في 25 من يناير من عام 1952. جاء ذلك في كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الشرطة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ. في مثل هذه الأيام من كل عام نحتفل بذكرى من أروع ذكريات البطولة والوطنية والفداء، ذكرى يوم 25 من يناير سنة 1952، ذلك اليوم العظيم الذي خلد في تاريخ المصريين، حيث جسد رجال الشرطة المصرية أروع صور البطولة والفداء دفاعا عن أرض مصر وكرامتها في معركة الإسماعيلية العظيمة، فلم ينس لهم الشعب فضلهم، فاتخذه يوم عيد تخليدا لهذا اليوم، وهم لا يزالون على الدرب سائرون يحاربون الإرهاب.